ماشي يلا ماما، بس يلا نلعب. احنا اصلا جايبينك هنا عشان يعني احنا لا 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 احنا جامدين جدا، ما بنخافش من اي حاجه. يا سلام، ما هو باين قوي قوي قوي. ماشي، بس يلا بينا نبدا اللعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يستر، ربنا يستر يا رب، استر يا رب، يا رب استر. احنا اول مره اصلا نفتحها، فمش عارفين هي هتتلعب ازاي. يا ماما شكلها وحشه. هو هنا يا جماعه بيقولنا يعني حاجه بالانجلش وكده، تمام؟ هو بيحمل. هنطلع حد في الشنب ولا ايه؟ ايه كمان سكيب بقى، احنا بنستنى. ماشي ايوه ماشي كويس. احنا تقريبا هنشوف حاجات وهنشوف. ماشي بصي، بيقولك ماني باكس تو تو فايند. ماشي طيب، عايزين نشوف دي ونلاقي عيون. طيب طيب تقريبا يعني. هو مثلا ايه اللي بيطلع لنا في المياه دي؟ الكتب تقريبا ما بنمشيش هنا. هو بيشاور لي على الكتب تقريبا. هاي بيشاور، كان قاعد بيشاور لي عليها. لا 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 لا، ما هيش دعوة. هو ده 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 تحت ده ولا ده ولا ده. بص فيه اهو، ادعى الله لقينا ثلاثة الحلوين. ده شيء كويس، شيء جميل. نقفل بقى. هو في يعني حد بيتمشي وانا معرفش بجد، معرفش. اسألني شو انا خايفة بجد. بنتي مش هاي 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 حد وراي، هاي حد وراي، هاي حد وراي، هاي حد وراي، مش حد وراي. شي تحب ابدا، استني ما دورناش في باقي الاوضة. اطلع بس من الاوضة دلوقتي. شي دلوقتي احنا هتكملي تدوير في الاوضة ولا تطلعي؟ لا اطلع. شيش استني استني، بيشاور لك العين اللي هنا. اوه دي بقى انا اعمل فيها ايه؟ نتك عليها. فعلا اوه فعلا. ماشي نقينا واحدة. ماشي حاجة في عيون. ايه ده في مكان هنا؟ ماشي في ابواب كتير اوي، بس احنا مش عارفين. يا ماما الدنيا لونها اسود. الباب ده بيتفتح فتح في عيون. ايه ده بتاع دي؟ بيقولي شيك هاند داون امير بابا. يعني ايه؟ يقولك بس على الخريطة يعني. ماشي شوف شوف، مش عارفين اصلا. تكالة ده حاجة تانية؟ مش حاجة، الدنيا ظلمة قوي. بس بس خلي الباب، خلي الباب. في انا مفتاح ولا ايه؟ يطلع بيضحك عليا. هون 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 يا بنت. لا انا خايفة، انا خايفة، انا خايفة، انا خايفة، انا خايفة. ايه الرعب ده؟ المطبخ، المطبخ. طب بتقفل ورانا فين تقريبا؟ يا ماما مينفعش. ده نيجي في صوصة. ده ايه؟ افتحي الدواليب دي، روحي افتحيها. نعرف بقى، افتحي الدواليب يا بنتي. اه ماشي، انا خايفة قوي. هو بيجي شوية يا بنتي، قربي منها جامد. اه لازم تقربي منها عشان مش حاجة. مش حاجة يا سيدك، بس من هنا. لا مفيش حاجة. ايوه مفيش حاجة. يما يما انا خايفة قوي، اللعبة دي بتخوف قوي. يا ماما ايه الرعب ده؟ طب طب ارفعي كده بس. يا ماما اطلعي اجري كده، اطلعي اجري. ما اعرفش، في حاجات كتير مش بتعرفي ان انت تفتحيها، زي الابواب الادراج. في ادراج كتير ما بتعرفيش تفتحيها. كمان انا خايفة. هو في ون ايه ون ده؟ لا لا في حد على فكرة. لا ان شاء الله مفيش حاجة. انا خايفة مش عايزة اطلع. ولا انا ولا انا ولا العظيم ولا انا. انا خايفه. في كيس هنا، في كيس هنا، في كيس. انا لو طلع في حد هموت هموت هموت. هموت من الخضه، مش هموت في اللعبه، هموت من الخضه بجد. هو تقريبا لما بيكون I can't leave yet I need to find ايه؟ ما لحقتش اقرا. هو بيقولك ان هو يعني مش هيعرف ان هو يمشي دلوقتي، ولازم يلاقي شوية حاجات كده.
هو الباب بيتقفل من نفسه ليه؟ نفسي نفهم. اه في عين اهي جميلة، عين معفنة. يوم 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 يوم، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان يا ابني افتح. ايه فين اللومد اصلا؟ ايوه بجد مفيش لومد، هو هي الاضاءة ده نفسها هو. ايوه كده تو بيكس. يلا يلا يلا. ايه ده في حاجة هنا؟ مش عارفه. قربي شويه، قربي شويه من الحاجه علشان تعرفي تمسكيها. اه ما فيش تعبيب اكتر من كده. طب طب ماشي ماشي يلا. دوري كده مش عارفه اقفل. ايه بصي بصي دوري هنا في الكومودين والحاجات اللي هو مصور لك عليها دي، دوري في الحته اللي هو مصور لك عليها. بس ايه ده في حاجه كده؟ ده ايه ده؟ مش عارفه الصراحه. ده شوكيت شيب كوكيز وات ريمايندز اوف ذم ات لو. بس انا مش فاهمين حاجه الانجليزي ده. كنسل يا جماعه، انا خايفه قوي، انا خايفه قوي والله العظيم، انا خايفه قوي. وصي كمان كنسل الفيديو ده. ايه رايكم؟ لا 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 احنا هنكمل، احنا هنكمل النهايه يعني ان شاء الله. في حاجه بس باب ده انا كنت فاهم ده موبكس. عايز اسوي انا ماشي. اجري اجري، شفت حد؟ شفت حد طالع السلم؟ شفت حد طالع السلم؟ انا شفت شيء من حد ده. عيسو اسكتي اسكتي، انا حتى دخل دلوقتي انا هموت هموت هموت. هو اصلا احنا المشكله ان احنا مش عارفين لسه شكل الوحش اللي بيجري ورانا. في حد كنت شفت حاجه كده طلع من هنا طيب. انا في حد، المشكله انا مش عارفه مين اللي بيجري ورانا ده. عارفه لو عارفه شكله مش هتغطي. نمبر واحد ايه النمبر واحد؟ هو لسه عظيم اتاكد عليه بالغلط اصلا. انتي عارفه المشكله ان انا لو مثلا ايه عارفه شكل اللي بيجري ورايا ده عايزه مش احنا من الدرجه دي. اه والله لازم اتكي كده على الدرجه دي. بيكس ايوه نمبر انذر نمبر برضه رقم. مفيش حاجه هنا، احنا مش فاهمين حاجه عن الارقام دي. ايه الرعب ده؟ احنا عايزين نتحرك يا جماعه ونجيب يعني حقائب وكده، بس احنا يعني جبن لدرجه ان احنا مش عارفين، مش عايزين نتحرك. عين عين ايوه ايوه. المفروض مثلا نجيب 10 حقائب ولا نجيب 20؟ احنا نتفضل لنا كده، احنا جينا. انا غايب، انا غايب، انا غايب، انا خايفه اكتر منك. طب اطلعي بره بقى، اطلعي بره، اطلعي بره. انا خايفه مش عايزه اطلع. اطلعي بره خلاص اسكتي. اه تخيلي مثلا تحت الباب لقيته قدامي الدنيا سودا مش طالعه. انا خايفه يا بنتي اطلعي. لا ان شاء الله مفيش حاجه، انت اللي تخدمي، انا هتخدم معاكي. انا عايزه اعيط. احنا كده في 8 دقايق. انا ما ادري احنا لسه ما خلصناش اول واحد. انت جاي انت جاي انت جاي ادخلي فيها. يلا 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 امشي. انت شايفه الدنيا سودا حق ولا بان تحت في صندوق ثاني؟ حكيت في الدور الاولاني في دور ثاني. احلفي يلا في دور في دور ثاني في فوت الثاني ده. طب امشي امشي. هو لما بيجي بيقرب ايه ده؟ لما بيبقى بيقرب. لا دخلنا المطبخ قبل كده. بصي دول بيفتحوا دول الوحيد. طيب انت لازم تقربي من الباب، انت في ابواب كنت من بعيد عنها فكنت مش عارفه تفتحي. اسكتي بقى ان شاء الله ما فيش حاجه تحت. هنكمل التدوير هنا. مفيش حاجه ده مقفول ماشي. هو لما بيجي حد يقرب المشكله ما فيش هنا مثلا زي جراني خاصه ان انت تستخبي مثلا او حاجه. لا انا هنا ان شاء الله عليكي منه وخلاص. يلا انت تهنيني معلش. اه معلش انت حتى مش عارفه تمشي من اي اتجاه، اللي هو انت اجري ويلا. هو هو جاي بس من اي ناحيه ما تفهميش. انا غايب. الفكره دي كنا اول اوضه كنا فيها صح؟ ما احنا ما كملناش الاوضه فيكي ماشي. اسكتي بقى اسكتي 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 ان شاء الله مش هيحصل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يستر. لا المطبخ ده شفناه. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ايه الاوضه دي؟ ايه الاوضه دي؟ هاي ده تخيشون من ايه يعني؟ مش حاجه تخوف اصلا. بجد يا ماما اسكتي لو سمحتي، اسكتي اسكتي لو سمحتي. اوابي اوابي. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ايه ده ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. لا 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 هو هنا في ساعه تعبطك كده وانت بتبصي عليها. انا شفت الست المتخلفه دي شكلها عامل ازاي؟ شكلها بس كده من غير جسم. انا خايف انا خايف. ايه الرعب ده؟ ايه الرعب ده؟ ايه الرعب ده يا ربي؟ لا كنسل الفيديو كنسل يا جماعه. احنا هنعمل يعني تعديل بسيط، اكتشفنا ان هنا في نورمال. تعالوا نعمل الاقل من ايوه احنا كده هنعمل له ايزي يعني. ايوه ان شاء الله حاجه اقل من الايزي. ايوه ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. هنلعب نفس الدور تاني يا جماعه، هنلعب نفس الدور تاني.
الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم. هو احنا كنا عارفين الاماكن يعني، ف احنا ما جبناش من هنا حاجه صح، جبنا من الدرج اللي هناك دي بس. ادي واحده ماشي، ودي التانية. استنى، لا مفيش حاجة هنا. لا في حاجات يا بنتي كانت هناك. يا بنتي فين؟ مفيش حاجة هناك. عند الكتب، عند الكتب، عند الكتب، عند الكتب. انت متأكدة؟ أريوش كتب اهي. ايه ده مفيش حاجة عند الكتب؟ والله مفيش. ايوه مفيش حاجة. احنا كنا طالعين من الأوضة دي معانا واحد بس. استني استني استني، ما بيمشيش من هنا صح؟ كان في هنا، كان في هنا. ايوه ايوه، انا رايحة عشان هنا يا بنتي، مش هنا، الناحية التانية. انا عندي الاشارات تماما يعني، الصراحه حاجه وحشه جدا يعني. ان شاء الله ناحيه ثانيه، في ناحيه ثانيه، في ناحيه ثانيه. ناحيه ثانيه فين يما؟ ما بتفتحش. انا ما بتفتحش، انا جربت افتح ما بتفتحش. ما تهدش معايا. في دو كده بيفتح، يابا بس يكون فيها عشان طبعا يا جماعه محاوله رؤيا بقت بالفشل، وطبعا بقت بفشل ذريع جدا جدا ما شاء الله يعني. هو تقريبا حملنا عادي يعني نفس الحاجه. يا رب يا اخوانا، يا رب بقى، يا رب. البوكس ده بوكس، بوكس، بوكس من العبوات دي. طب طب هاتي هاتي وخلاص. ما فيهاش، مش عارفه صح. خلاص خلاص مش مشكله، احنا عايزين ده عشان انا مش عارفه هو قصده ايه ولا هو عايز ايه، بس احنا نعمل ده. احنا مش هنعدي الحته دي، بصي احنا خلينا عاديين، بني ادمين عاديين هنا. ماشي، احنا كنا دورنا في المطبخ، لقينا شويه برضو هنا. لقينا من هنا هنا. انا بجد مش مصدقه في دور تاني. لا في دور تاني تقريبا. انا ايه ده، هو في حاجه طلعت كده معايا. ده منشور بس مش عارفه احنا نستخدمه في ايه بجد. الكهو ده كان بيفتح تاني. انت ايدي في البلابيزي. ماشي عادي، مش حاجه، مفيش حاجه، مش حاجه. انا ماشي تمام. يا رب ما حاجه تطلع في وشنا، يا رب ما حاجه تطلع في وشنا. لا دخلنا دي قبل كده، دخلناها. النار دي لما دخلت خفت قوي، تحسي ان في كابوس واقف مستنيكي. هنا لقينا ايام، هنا لقينا ايام. افتحي كل الدروج دي هتلاقي تقريبا ده هنا. ده ما كانش ده، كان في بقى هنا رقم تقريبا. هو كان ثلاثة، دلوقتي بقى واحد. تفهمش ازاي؟ انا خدت بالي برضو من الحكايه دي. كان في الاول ما كانش كده، اول دور لما كنا لعبنا. يلا بس عايزين نخلص الدور علشان قبل ما تيجي تقفشنا. كان في رقم الست الراجل اللي احنا مش عارفينها دي. فيكم على فكره، فيكم انت عايزه، انت محتاجه منه ايه يعني؟ انا ما نعرفش هو محتاج ايه اصلا، مش انا بقى محتاج. طب اطلعي اطلعي، في حاجه. اطلعي اطلعي اطلعي. ايه الرعب ده؟ ايه الرعب ده يا رب؟ احنا ايه اللي جاب لنا نعمل كده؟ والله العظيم احنا ممكن نجيب ببساطه كيس شيبسي ونخش نقعد ناكل ونخش ننام. انا خايفه. بس اللعبه دي احنا شفنا دي، احنا شفنا دي. كان في المطبخ، احنا هنا انا عايزه الموبايل. بس يا جماعه هو ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه وبس، عشان احنا خايفين انه مش هنجرب اللعبه الثانيه. ومع السلامه.